قد يبدو لنا البشر مختلفون ظاهرياً، رغباتهم، سلوكهم، أسلوب حياتهم. لا نستطيع التأكد من أن لدينا أصلاً مشابهاً إلا بعد فترة من الزمن. كل تجربة شخصية نحملها تحمل بعضاً منا وتخفي جزءاً فريداً من شخصيتنا لا يمكن اكتشافه بسهولة. نستطيع أن نقول أن كل أحكامنا عن الناس، العلاقات، الأمزجة، تبقى وجهة نظر ناقصة. عندما تروي لك الألوان قصص الناس المختلفة على قطعة من قماش، تستكشف جوانبا من حياتهم. فالفن والإنسان حكاية الحضارة البشرية.